بنوه عنها. الشخصية بتاعتنا النهاردة اللي ليها كاريزما عالية جدا، شخصية نارية، شخصية بتصيب الهدف، هي عارفة بتعمل ايه كويس، عنده حضور عالي جدا، عنده ثقة في نفسه عالية جدا جدا جدا. الشخصية اللي معانا النهاردة شخصية رجل برج القوس. رجل برج القوس يا جماعة من الشخصيات الجميلة جدا اللي ممكن تتعامل معاها، والسهلة والصعبة في نفس الوقت. رجل برج القوس طيب جدا، حنين، رجل عنده أهداف، بيسعى دايما لتحقيق أهدافه، بيسعى دايما للحرية والاستقلال والحب والرومانسية والتفوق، كل ما تتخيلوه من صفات حلوة هو بيسعى لتحقيقها. هو دايما نجح في العمل جدا، عنده كاريزما، لان هو كمان برج من في العمل جد جدا، مفيش حاجة اسمها هزار، مفيش حاجة اسمها، هو شخصية كوميدية وشخصية دمها خفيف، لكن في ساعة الشغل خلاص الموضوع انتهى، بيفصل جدا جدا، بيعرف ازاي يجذب اللي حواليه، بيعرف ازاي يأثر عليهم، بيعرف ازاي لما يقعد على ترابيزة يمسك اطراف الحديث كلها، بيعرف يشد الانتباه كويس قوي. لو داخل مكان فهو عارف كويس قوي هو هيبدأ بمين وازاي هيتكلم معاه وهيقول ايه. هو عنده حضور طاغي، عنده جاذبية للستات عالية جدا، حديثه حلو، مثقف جدا، هتلاقي بيكلمك في كل المجالات، عايز تتكلم في الكرة هنتكلم، تتكلم في السياسة هنتكلم، هنتكلم في كل حاجة ان انت عايزة، يعني دايما هتلاقيه زي القاموس كده. رجل برج القوس اجتماعيا بيبقى عنده مشاكل شوية في الناحية الاجتماعية، لان هو صريح جدا، رجل برج القوس ما بيكذبش ولا بيتجمل، فهو دي مشكلة جدا، لان هو لما بيجي يقول حاجة لحد بيقولها له في وشه، انا زعلان منك، زعلان، انا انت انسان غبي، انت انسان غبي، ما بيعرفش يجمل الحقيقة، هو بيقولها زي ما هي ويمشي، واللي عاجبه عاجبه مش عاجبه هو حر. رجل برج القوس ما يعني ما فيش علاقة عنده بتستمر كتير، هو عنده مشكلة دايما بسبب صراحته ان بيخسر علاقات اجتماعية كتير، بسبب ان هو ما بيقدرش يزيف او يداري او يقول حاجة غير اللي هو شايفه. طبعا برج عصبي جدا، برج ناري، فطبعا الابراج النارية معروف عنها العصبية المفرطة، ما بيعرفش يتحكم في اعصابه ساعة الغضب. اكتر حاجة زي ما قلت لكم بيعشقها في حياته حريته، دي يعني مش خط احمر، دي مليون خط احمر، حريته ومساحة بتاعته كده، وتسيبوه هو يروح ويجي، ما اقولوش انت جاي امتى ولا رايح فين ولا جاي منين، لا لا، هو سيبوني براحتي انا هرجع لكم تاني. برج القوس من الشخصيات اللي ممكن اكتر حاجة تضايقها في حياتها عدم تحقيق هدفه، يعني هو اكتر حاجة تنكد عليه في حياته او تضايقه او تزعله ان هو يكون عنده هدف ومعرفش يحققه او فشل في تحقيقه. هو مش هييأس طبعا، هو بيعرفش اليأس، هو هيبدأ من اول جديد بطريق تاني باسلوب تاني بشكل تاني، بس بيجيله اكتئاب بقى انه يا خسارة ما تحققش. ليه بقى؟ لان هو عنده الصبر. برج القوس يا جماعة متسرع 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 فوق ما تتخيلوا، ما عنده الصبر لأي حاجة، ما عنده الصبر في علاقة، ما عنده الصبر في شغل، ما عنده الصبر، دايما عايز ينجز بسرعة ويلاقي نتيجة وردود أفعال كويسة قوي، لو جه عكس كده فهو بيجيله إحباط جامد وبيتضايق. رجل القوس في العلاقات بقى نتكلم عنه، في العلاقات، العلاقات النسائية عنده فيها مشكلة، أو الحياة الزوجية عامة عنده فيها مشكلة، من أكتر الأبراج اللي بتتأخر في الجواز برج القوس. برج القوس من الأبراج اللي بتتأخر قوي، لأن هو ضد فكرة تأييد الحرية خالص، فبالنسبة له الجواز ده هيأيد حريته، بالنسبة له الجواز ده ممكن يضايقه ويزهقه، أنا كده مش هبقى بحريتي، أنا واحدة هتفضل تقولي أنت رايح فين وجاي منين، انا واحدة هتضايقني، هتبقى، لا لا، هو مبيحبش كده خالص، فهتلاقي فيهم كتير جدا.
يا اما بيتاخروا في سن الجواز قوي، يا اما بينفصلوا بعد الجواز. كتير قوي من برج القوس، رجال برج القوس منفصلين بسبب ان هم حتة الحرية دي عندهم مهمة جدا. تاني حاجة هو برضو لو حب واحدة، يعني لو حب واحدة وحب يتجوزها فبيقول لها على فكرة انا في حياتي علاقات كذا وكذا وكذا وما ينفعش تغيري منهم، لان دول اساسيات في حياتي وانا مش هقدر اغيرها وانا مش هقدر ابعد عنهم، دول ناس انا اعرفهم. وبيعترف جدا جدا بالعلاقات النسائية اللي في حياته، وبيقول لمراته ان هو عنده كذا وكذا وكذا. بيبتدي بقى بعد الجواز يلاقي شكوى فبيهرب، يبتدي بعد الجواز يلاقي نكد بيهرب، يبتدي بعد الجواز يلاقي حتى الشكوى منها نفسها. يعني هي لو مراته صحت الصبح انا عندي صداع، انا ظهري وجعني، انا تعبانه، انا مش عارفه حاسه بايه بايه ايه، هو ما بيستحملش كده خالص، ما عندوش طقطان ان هو حتى يسمع شكوى. لا انا يعني موضوع الشكوى ده عنده بيضايقه جدا جدا، بالظبط زي حريته. اكتر حاجه ممكن تضايقه النكد والعصبيه والغيره والشكوى، بيضايقه جدا جدا برج القوس، ما بيحبش كده. هو بيحب الحياه قوي، بيحب الفرفشه، بيحب الدلع، بيحب الهزار، بيحب النكت، بيحب الانطلاق، كل حاجه فيها حياه وفيها روح وفيها جمال هو بيحبها. بيحب في الست الهدوء، بيحب الست الشيك. طبعا تلفت نظره جدا جدا الست المثقفه، الست الشيك، الست اللي ليها كاريزما، الست الحنينه، الست الطيبه، الست الفرفوشه. يعني هو دايما بيحب شخصيه كمان امرأة القوس اللي هي السندريلا، اللي هي الفرفوشه الهاديه. بس طبعا هما برضو بيكونوا مع بعض صعب قوي، لان هما احنا الاثنين كاشفين ورقنا لبعض، فاحنا الاثنين ما ينفعش مع بعض. دايما الابراج المتقاربه جدا متنافره جدا. فراجل برج القوس بيحب قوي 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 في الست الهدوء والشياكه واللباقه والذكاء، ما بيحبش الست الغبيه خالص، ما بيحبش الست النكديه، ما بيحبش الست الشكايه. طيب احنا بقى دلوقتي لو رجل برج القوس لقى عيب من العيوب دي في ست هيعمل ايه؟ ما بيحبش الست التقيله كمان. يعني لو هو في بدايه علاقه مع حد ولقى ان الست اللي قدامه بقى بتتقل عليه وترد متاخر ومش فاضيه وعندي مش عارف، لا 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 لا، ما عندوش سرطان خالص، بياخد بعضه ويمشي. يعني تاني يوم تبعتي له انت فين، هو مش موجود. طب ايه الموضوع؟ لا خلاص هو مش هيرد، اختفى. رجل برج القوس بيختفي بلا رجع. رجل برج القوس لو مشي ما بيرجعش تاني. رجل برج القوس لو حس ان العلاقة دي بتضيع وقته على الفاضي مش هيكمل. لو حس ان العلاقة دي بتأذيه نفسيا مش هيكمل. لو حس ان العلاقة دي ما فيهاش نتائج سريعة مش هيكمل. خلي بالكم هو دايما متسرع في كل حاجة، متسرع في كل تصرفاته، متسرع في ردود افعاله، متسرع في النتائج. هو دايما عايز نتائج سريعة، عايز نتائج مبهرة، عايز نتائج كويسة جدا. فالعلاقة هو بيبقى حاسبها، العلاقة دي لما هدخلها هيحصل ايه؟ لا كذا كذا كذا. لا برج القوس لو حب بيحب قوي، بيحب جدا جدا جدا، بس بالرغم ان هو بيحب وبيبقى رومانسي قوي وبيبقى حالم جدا في منتهى الرومانسيه، لكن لو اي حاجه حصلت ممكن تاثر على حريته او تضايقه او تنكد عليه او تفرض عليه قيود او يحس ان هو متكتف بيمشي. رجل برج القوس اخر واحد ممكن يحس ان في حاجه مفروض عليه ويقبلها. انسوا، مش ممكن، هيكسر كل القيود، هيكسر كل حاجه. دايما عاشق للحريه، عاشق للنساء. رجل برج القوس بيحب العلاقات النسائيه جدا. رجل برج القوس يعني صحابه اولاده، بيحب اولاده جدا ويحب يصاحبهم ويحب يلعب معاهم ويحب يبقى زيهم ومفيش فواصل بينه وبينهم. رجل برج القوس يعني
بيشيل من دماغه حته خالص ان انا اب وابن وبنت وابوها، لا 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 خالص. هو بالنسبه له علاقته باولاده علاقه صحاب اكتر، يعني زي برج الاسد لما حتى يدي نصيحه لاولاده يامرهم. برج الاسد من شخصيته القويه بيحب حتى النصيحه بيديها لهم على شكل امر او على شكل هو انتوا هتعملوا كده، هو ده الصح، انتوا المفروض تعملوا كده. لا، برج القوس بيطرح عليهم المشكله وبيطرح عليك. وبعدين برج القوس ممكن يجي انا عايزه احكي معاك وعايزه اتكلم معاك وانا عندي مشكله، ده انا واحد صاحبي وكذا وكذا، يحكي له المشكله قريبه منهم هما، اعمل ايه؟ ويبتدي يلاقي حلول معاهم ويبتدي يوصل لهم النصيحه ويوصل لهم الكلام اللي هو عايز يوصله لهم عن طريق مسج كده في منتهى الشياكه والرومانسيه والجمال ان احنا اصحاب. فرجل برج القوس من الناس اللي بتعشق ولادها وبتعشق انها يكون صحابه جدا، ودايما بيحافظ على العلاقه دي. تقريبا علاقه برج القوس باولاده هي دي تبقى انجح علاقه ممكن تبقى في حياته. طبعا علاقاته بالاهل دي حاجه مفروض عليه، فهو دايما بيبقى محافظ عليها وهو بيحب عيلته جدا وبيحب اهله جدا. لكن برضو لو في حد جه عليه او حد ضايقه او حد أيد حريته فهو بيبعد خالص. برج القوس من الابراج اللي ليها كاريزما، يعني لما هيدخل مكان انتوا هتلاقوه ملفت للانظار جدا، حديثه حلو كلامه حلو، غضبه وحش جدا. ساعه الغضب الابراج الناريه دي يا جماعه ساعه الغضب ما بتشوفش قدامها، ما حدش بيعرف يوقفها. فكمان رجل برج القوس من الابراج الكريمه قوي، برج كريم جدا وعطوف وحنين، لكن هو في نفس الوقت دايما باصص لقدام، يعني كريم بس يعني مش زي الدلو مثلا مسرف ومستهتر، يعني يصرف ومش مشكله هصرف النهارده وبكره ربنا هيسهل، لا لا لا. برج القوس برضو بيبقى حاسب هو بكره هيبقى معاه كام وعنده ايه، دايما بيبقى باصص لبكره ودايما يحب يامن مستقبله ودايما يحب ان هو يكون عنده فائض شايله على جنب علشان هيحتاج له. دايما بيكون مش بخيل ومش مسرف، لا هو معتدل في الحاجات دي، هو معتدل في موضوع الهدايا، هو يعني مش رومانسي قوي في الهدايا، وفي لما بيحب بيكون رومانسي بس هو ما بيكونش عنده برضو فن انتقاء الهدايا والذوق والحاجات دي، لا هو ما بيبقاش عنده الحتة دي قوي، يعني زي مثلا ابراج تانية لا عالية جدا في الحتة دي في الرومانسية. دايما هتلاقوا الابراج النارية بتبقى لما بتدخل الحب والرومانسية هي بتحب وهي بتعشق وبتبقى رومانسية جدا وبتتصرف برومانسية، لكن هي في الحياة الطبيعية لا، هي جافة جدا ودايما تبقى لابسة ماسك الخشونة. لكن هما بيكونوا من جواهم طيبين جدا. رجل برج القوس يعني انا مش عايزة اقول لكم ان هو شخصية ما بتكذبش ابدا، ما بتزيفش مشاعرها، لو بيحبك هيقولك بحبك، لو مرتاح لك هيقولك مرتاح لك، لو متضايق منك هيقولك انا متضايق منك، لو مش عايزك في حياته فهو هيختفي وهيمشي ومش هيسبب لك اي مشكلة ولا اي حاجة ولا برج انتقامي، غير في حالات طبعا الغضب. بصوا الابراج النارية دايما في حالات الغضب ممكن ترتكب جريمة، يعني توصل بيهم لحد ان هم يرتكبوا جريمة، ودي حلقة هنتكلم فيها ان شاء الله عن الابراج المتصنفة من اعلى ارتكاب للجرائم في الابراج. احنا هنقول 12 برج وهنقول تصنيفهم مين اللي في المركز الاول ومين اللي في المركز لحد المركز 12 بالترتيب، ونعرف مين هم اخطر الابراج ومين هم اخطر الناس اللي ممكن يعني اخطر الشخصيات في الابراج اللي ممكن ترتكب جريمة وهي غضبانة، ترتكب جريمة وهي غيرانة، ترتكب جريمة وهي متحرضة. يعني في ابراج منهم برج القوس يعني لما عملوا CNN عملت الاحصائيه دي على موقع من السجون، لقوا ان برج القوس متصنف ان هو دايما اللي بيتحرض على الاكل، يعني دايما تلاقوا حد وراه هو صاحب الموضوع، لكن هو برج القوس هو اللي متحرض على الجريمه، برج القوس هو اللي بيمسك المسدس وبيضرب النار، لكن مش هو صاحب المشكله. فهو دايما برضو في حتة ان هو بيسمع وان هو ممكن يتأثر عليه
الحته دي دايما كانت في الاحصائيه ان برج القوس هو دايما متحرر بالتحريض، يعني قتل بتحريض من فلان، هو ده برج القوس، مش هو بيبادر بالجريمه لا خالص. فبرج هي عامه الابراج الناريه ساعه غضبها محدش بيعرف يوقفها. انا عايزه اقول لكم ان احنا قلنا دلوقتي صفات رجل برج القوس ان هو حنين وطيب وكريم وجذاب ووسيم، ودايما شايف نفسه ان هو احمد رمزي في نفسه، ودايما شايف ان هو ثقته في نفسه دي بتديله كاريزما عاليه جدا، وبتديله حضور طاغي، وبتديله لفت انظار جامد جدا، وهو بيحب يلفت انظار اللي حواليه كويس قوي، وبيعرف يلفت نظرهم، بيحب الموضوع ده جدا وبيعرف بينجح فيه. كمان قلت لكم العيوب ان هو ما عندوش صبر خالص نهائي، ما عندوش صبر على اي حاجه، في العمل، في العلاقات، في الجواز، في كل حاجه عنده عايزها بسرعه وعايز نتائج بسرعه وعايز ينجح بسرعه وعايز علاقات سريعه وعايز حب بسرعه. هو متسرع جدا، صريح جدا، وده يعني انا مش هقدر اعتبره عيب قوي، لكن الصراحه زياده عن اللزوم هي يعني ما بيبقاش فيه كنترول على الكلام اللي انا بقوله، ما بيبقاش فيه كنترول على تصرفاتي، فاللي قدامي بيتضايق، فانا بخسر علاقات كتير جدا. يعني مش زي مثلا برج الحوت مجامل وبيحب الكل وبتاع، لا برج القوس ما بيعرفش يبقى كده، صراحته بتعمل له مشاكل كتير قوي. برضه ما عندوش حب السيطرة خالص على فكرة. برج القوس من الأبراج المتسامحة مع نفسها جدا ومتصالحة مع نفسها جدا، ما عندهمش الموضوع ده خالص. لكن لو هتيجي جنب حريته وجنب مزاجه، الموضوع بقى هيختلف خالص. يعني هتنكدوا عليه، هتخنقوني، هتزهقوني، هتأيدوا حريتي، الموضوع هياخد بعضه ويمشي زي ما قلت لكم، هيختفي. فانا عايزه اقول لكم دلوقتي اللي في حياته رجل برج القوس، احنا عرفنا العيوب وعرفنا المزايا، فاحنا نقدر يعني نبقى في كنترول بين ان احنا نحافظ على المزايا ونتجنب العيوب. هي العيوب برضو مش سهله، العيوب في رجل برج القوس مش سهله، لكن هي ممكن تكيف معاها لو احنا بنحب شخص من اشخاص برج القوس، او عايزين ان احنا نرتبط بيه، فلازم نراعي الحاجات دي جدا جدا جدا. ولو حتى عدى على جوازكم 20 سنة فهو ممكن يمشي برضو، يعني ما ترهنيش على ان هو موجود في حياتي وان هو بيحبني وهو ما يقدرش يستغنى عني. برج القوس من دي عيوبه برضو ان هو ممكن يستغنى في اي لحظة، في اي لحظة ممكن يستغنى ويمشي وملهوش دعوة بحاجة. فاللي في حياته رجل برج القوس، انا قلت لكم المزايا والعيوب، ويا رب تستفيدوا منها، وان شاء الله يا رب اشوفكم على خير.